السلام عليكم، وعليكم السلام. شلونكم؟ حياتي. طبعا انا صديقتها لسارة، انا حابة احكي قصة حياتي. تفضلي. انا فاطمة مواليد 2003. نعم. ايه فاني ابويا لما كنت عمري 12 سنة بال 2014 ابويا حاول يغتصبني، ولما انا صرت هذا الشيء ابويا قام يتاجر بيا متاجره. اول شغله زوجي شخص اكبر مني ب 20 سنه وانا عمري 12 سنه، بقيت يوم 4 سنوات خلص الطفل، اخذوا ابني من يمي وهو دا يزرع يعني بعد انت رقيه اسمك؟ فاني 2018. بعدين ابويا يعني حاول بقى يحاول بهذا الشيء، مو تقول اني انا على الشيطان، ويعني قال لي غلطت مره بقى يحاول. فبعدين انطاني شخص عمره 70 سنة، بقيت وياه تقريبا شهرين، وهسه انطاني واحد عمره 36 سنة عنده 3 اطفال. رقية قول عيوني حبيبتي، ممكن اخذ رقم رقم تليفونك الكنترول حتى اقدر اتصل بيك واتكلم وياك يعني بعد البرنامج اذا امكن. الكنترول اخذوا رقمها، ساره او رقيه.